ما هو رأي فضيلتكم في الطريقة التي يستعملها الشيخ علي العمري مع إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، وهي معالجة الناس بشكل جماعي في القرآن الكريم جماعي، وهل يجوز لأي شخص أن يفعل ما يفعله؟ ما عند الأحضار من قول الناس، هو الرجل لا بأس به، عقيدة طيبة، هو مدرس في الجامعة، هو مدرس في الجامعة، هو تلاميذ المعروفين، صاحب عقيدة طيبة، ولكنه رزق الله نشاطا في علاج المصروعين والمجانين، وصار يقرأ على بعض الناس الذين غيرهم، يسأل الله أن يفعل مع كيفية كيف قراءته الآن وماذا يفعل الآن، هذا عند الذين يزورون يعرفون طريقته، نسأل الله أن يعينه وينفع به، نسأل الله أن يعينه وينفع به، نعم.